والجوال في كل شيء، كل شيء مصور. فضح الناس وأنفسهم بهذه الجوالات، نسأل الله السلامة والعافية ولم يجعلوا خبيئة من عمل صالح بينه وبين ربهم عز وجل، لدرجة حتى في الصلاة حاطط الكاميرا قدامه وقاعد إيش مصور بث مباشر للصلاة. يا أخي ما في مانع نخلي بث مباشر يكون بدون ما تطلع فيه إيش صورتك، والناس ذهلوا مثل هذه الأشياء. الناس تصلي هو جالس ماسك الكاميرا، أخونا في الله ده قاعد إيش يصور المصلين. طب انزل صلي معهم يا ابن الناس، انزل صلي معهم، انت مش مكتوب عليك التراويح دي؟ ما تبغى انك انت يكتب لك قيام ليلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أعجبني مقطع جميل للمشايخ الحرم وفقهم الله جميعا، الشيخ الشريم والشيخ المعقل وكذا، هم في بعض المناسبات يصوروهم قدامه كده، فقال له يعني تعال صلي، تعال صلي، وقف خلاص الصلاة قامت وجالس إيش حيبلش الشيخ، فقال له بابتسامة قال له يا تعال صلي جزاك الله، تعال صلي. الله الصلاة قامت يا أخي، يمكن تكون نهايتك في هذه الصلاة. شفتم أنتوا يعقوب، يعقوب بن هاشم عمره 68 سنة في مدينة ألسار في ماليزيا، الذي وفته المنية وهو على منبر الجمعة رحمة الله عليه. يا أخي سبحان الله العظيم. فلذلك إخواني يعني الله يرضى عليكم، يعني كفانا يعني من هالجوالات، لأن أصبح الظاهرة ما كان يحذ منه مشايخنا قبل 10 سنوات إلى أن أصبح إيش أصبح ظاهرة، حتى يعني سبحان الله نغص عليك الزمان الفاضل والمكان الفاضل، نغص عليك ما تعرف تعبد ربك كيف. هذا يزعج وهذا يزعج. ثم بعد ذلك أصيبت قلوبنا بالقسوة، فما استطاع الواحد منا أن يجعله وردا مداوما عليه من القرآن، لكن في الجوال عادي ما عنده مشكلة أبدا، مثل رضاعة الطفل حاطة في جيبه، وفي كل لحظة هو ماشي ماسك الجوال، عسى يجيك يا أخي بعدين حجر يكعب لك على وجهك يا رجل. يا أخي سبحانه، هو ماشي الجوال معاه. لو تعاملنا مع القرآن كتعاملنا مع الجوال بنختم في كل يوم مو في 3 أيام، والختم في أقل من 3 مكروه إلا في رمضان كما قال العلم. لو تعاملنا مع الجوال هذا بنفس التعامل مع القرآن الوضع كان يختلف تماما. هو ماشي في جوال، هو حتى واقف يعني حتى لو جاله ويك ويك أنا متأكد يبغى الصلاة حتى يقعد يلعب في يده كده هو في الصلاة، يعني يقول يا ما يخلص يشوف يمكن هذا يصير. وإيه والله العظيم شيء قست القلوب يا أخواني. ولذلك ربنا يستدرج العبد بالنعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. يعني ممكن يكون حتفك وهلاكك في هذا ليش الجوال في علاقتك مع الرحمن عز وجل.